بكيس واحد مش هتحتاجي تحطي ميك اب في شهر رمضان او غير شهر رمضان، بجد بشرتك هتبقى زي القمر. ده غير ان انا هعالج معاكم النهارده الحبوب والناس اللي عندها مسام واسعه، الناس اللي بشرتها فيها بقع او تصبغات. يبقى يلا تابعي معايا الفيديو، حضري كيس واحد بس هنعمل بيه النهارده الوصفه بتاعتنا، تحفه جدا جدا جدا. خليكم معايا يلا لاخر الفيديو عشان النهارده هقول وصفات حلوه قوي قوي هتفيدك جدا في شهر رمضان، ومش هنحط مكياج خالص وهتبقى بشرتنا زي القمر. هندخل في الوصفه على طول، بس ما تنسوش بقى تشجعوني باللايك، عايزين لايكات كتير قوي قوي للفيديو ده. اول حاجه انا معايا هنا زي ما انتم شايفين ده كيس بيكنج باودر، اي نوع عندك من البيكنج باودر ممكن تستخدمي ده وممكن تستخدمي ده، اي نوع متوفر هينفع معانا. انا هاخد الكيس كده هقسمه على الطبقين دول، هاخد هنا نصه اهو يعني تقريبا معلقه او معلقه ونص، وهاخد هنا النص التاني. تمام، انا كده قسمت الكيس على الطبقين عشان انا هعمل هنا وصفه وهنا وصفه ولازم تستخدميهم الاتنين. تمام، هناخد بقى اول طبق معانا هنعمل فيه الوصفة بتاعتنا، وهتكون عبارة عن ايه. انا معايا هنا الحليب، هناخد منه معلقة واحدة من الحليب وهبدأ اضيفها كده على الطبق الاول بالشكل ده. تمام، هنخلطه ونقلبه كويس جدا. انا عايزاكم يعني تاخدوا بالكم، بصوا بيتقل معايا وبيفور ازاي. انا عايزاكي بقى تستخدمي الوصفه اول ما يفور كده، يعني ما ينفعش نعملها ونركنها. تمام، ودي هتبقى اول حاجه هستخدمها على بشرتي. هبدا اخد بقى من الماسك بتاعي كده واجي على البشره وابدا بالشكل ده، خاصه المكان بقى اللي فيه حبوب، المكان اللي فيه تصبغات هنبدا ندهن بيه البشره. عايزه اقولك ان هو تحفه قوي برضو للايد، لتحت القبط، اي مكان فيه اسمرار هيبقى تحفه قوي قوي معاكي. الناس اللي عندها سواد برضو ما بين الفخدين برضو الوصفه دي رهيبه جدا جدا. هسيبها بس كده ما يزيدش عن 3 دقايق او 4 دقايق على بشرتي، فرق كده بسيط، وبعد كده هغسل البشرة. بعد كده هعمل الخطوة التانية. الخطوة التانية دي بقى مهمة قوي. ليه بقى؟ لان الخطوة دي بتدي البشرة زي احمرار كده، بتخلي بشرتك مش محتاجة ان انت تحط ميك اب وبتخليها صافية جدا. معايا هنا نص الباكو البيكنج باودر اللي انا حطيته، هبدأ اضيف عليه معلقة صغيرة بس من البن اهو، هبدأ اضيفها، هخلطهم بس كويس جدا بالشكل ده اهو، وهبدا اضيف برضو معايا هنا الزبادي او الروب او الياغورت. تمام، هنبدا ناخد معلقه واحده. ليه بقى؟ لان الزبادي بيطري وبيرطب البشره، الناس اللي بشرتها بتبقى جافه. هاخد معلقه كده اهو عشان دي صغيره، وهبدا اخلط الزبادي بالمكونات اللي انا حطيتها دي بالشكل ده. بصوا بقى شايفين اهو بالشكل ده، وهقلبها برضو كويس. وده هيبقى بقى ماسك هستخدمه برضو على البشرة. يبقى أنا هستخدم ده الأول وهستخدم ده بعد الماسك الأولاني. بصوا بقى يعني ده لو في حبوب في البشرة، لو في مسام واسعة، انتوا عارفين ماسك القهوة ده بيبقى رهيب جدا، وخاصة لو عملتيه بقى بالطريقة اللي أنا بقولك عليها دي. هتبدأي تفردي بقى الماسك كده على البشرة، هتسيبيه على بشرتك يعني ايه 5 دقايق او 10 دقايق. تمام، وهندهنه كده، وياريت يعني واحنا بندهنه ما نعملش اي تعبيرات بوشنا، يعني حطيه وحاولي ان انت ما تتكلميش او ما تضحكيش، وسيبيه فترة كده 5 دقايق او 10 دقايق، وبعد كده نبدأ نغسله. هتشوفي بقى البشرة تحفة جدا. الناس اللي عندها حبوب، يعني اللي عندها حبوب بعد ما تغسله ابدأي حطي تاني على الحباية بس، يعني تاخدي كده على الحباية بس وتسيبيه، خليه يعني كمية تكون تقيلة شوية كده وسيبيه على الحباية، سيبيه بقى 10 دقايق، وبعد كده هتبصي تلاقيه نشف، هتفركيه بإيدك كده هتبصي تلاقي الحباية نشفت معاكي. مرة التانية هتبصي تلاقيه مفيش حبوب خالص في البشرة. ده احلى ماسك بجد لسد المسام، وكمان بيخلي البشره فيها توريد وبيزيل اي تصبغات في البشره.
بصوا حبايبي، بعد ما غسلتها بصوا الاحمرار اللي في ايدي، بصوا دي من دي اللي انا حطيت عليها الماسك. بصوا احمرت ازاي، ليه بقى؟ لان البن مع البيكنج باودر بيديني احمرار حلو قوي قوي، مش هيحتاجي تحطي ميك اب، وبشرتك هتبقى صافيه وناعمه جدا جدا. عايزه اقول لكم الملمس ناعم قوي قوي. بس حاولي بقى ان انت ترطبي بعد ما تعملي الماسك ده، رطبي باي كريم عندك، او اي ممكن زيت جونسون بيبي، انا بحبه جدا جدا لتنعيم وترطيب البشره، وبيبقى ريحته حلوه قوي قوي في الجسم. يا رب تستفادوا بالفيديو بتاع النهارده، الوصفه النهارده تحفه جدا جدا جدا، وعايزاكم طبعا تشيروها لاصحابكم، وحطوا لي لايكات كتير قوي قوي للفيديو ده. انتظروني في فيديو جديد مع جيجي، كل حياتي، باي باي.